نظمت مؤسسة يوحنا بولس الثاني في بيت لحم حفل تكريم ووداع بمناسبة انتهاء مهام عمل القنصل الإيطالي العام في القدس ديفيد لاتشيتشيليا. وحضر الحفل وزير الحكم المحلي الفلسطيني حسين الأعرج ورؤساء بلديات محافظة بيت لحم وممثلو المؤسسات الوطنية والأجنبية. واستهل حفل التكريم بالنشيدين الوطنيين الفلسطيني والإيطالي. كانت خبرة رائعة، فقد قضيت 3 سنوات ونصف بالعمل هنا في الأرض المقدسة، وتعاونت خلال تلك الفترة مع مختلف المؤسسات، وحاولت استكشاف المشاريع التي من شأنها دعم المجتمع الفلسطيني، وخصوصا فئة الشباب. كما حاولت فتح قنوات اتصال مع الجانب الفلسطيني لتشجيع الخبرات واللقاءات الإيطالية الفلسطينية. احنا لنا تاريخ طويل في العمل مع الحكومة الإيطالية والقنصلية الإيطالية في فلسطين. منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية كانت إيطاليا من أول الدول الداعمة، ليس فقط سياسيا بل أيضا في بناء البنية التحتية الفلسطينية. جئنا وقيمنا المشروع والمشاريع الإيطالية، نرى أنها تأتي وتصب في صلب العمل المحلي، وهناك الكثير من الخبرات التي اكتسبتها البلديات الفلسطينية من بلديات إيطالية في مجال الترميم، في مجال إعمار الأحواش وأعمار المناطق الأثرية. وأثنى الجميع في كلماتهم التي ألقوها خلال الحفل على الدور الكبير الذي تلعبه إيطاليا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني والجهد الذي بذله القنصل الإيطالي العام لتوطيد أواصر الصداقة بين كلا الشعبين الإيطالي والفلسطيني. نودع القنصل الإيطالي، عمل مشاريع كثيرة في بيت لحم في الأراضي المقدسة، وخصوصا مع مؤسسة يوحنا بولس الثاني، حراسة الأراضي المقدسة، ساهم في المتحف، ساهم في كنيسة المهد. فاليوم احنا عايزين نقول له شكرا على كل اللي عملته، لأنه فعلا كان قريب مننا، فعلا كان إنسان يعني شعر بالاحتياجات اللي احنا بدينا إياها. فهو كان الاحتفال اليوم شكر للقنصل على كل اللي عمله في الأراضي المقدسة. وخلال الحفل عرض فيلم قصير يوثق أهم الإنجازات التي حققها القنصل الإيطالي العام بالتعاون مع مؤسسة يوحنا بولس الثاني لخدمة المجتمع الفلسطيني. وتقديرا لجهود القنصل الإيطالي العام، قدم له ممثلو المؤسسات والبلديات في محافظة بيت لحم هدايا تذكارية. القنصل العام والذي يشرف أيضا على الكثير من المنح التي تدعم المشاريع، كان دافيد فاهم لكل أهمية المشاريع اللي دخلت مدينة بيت لحم من خلال سواء التعاون الإيطالي أو البي أم أس بي أو حتى نفسه الحكومة الإيطالية مباشرة. أنا بعرف كتير منيح أهمية أنه يكون القنصل العام واعي للواقع، ودافيد لاتشيتشيليا كان فاهم الواقع بامتياز. وفي الختام وزعت شهادات دورة اللغة الإيطالية على الطلبة المتفوقين الذين حصلوا على منح دراسية تؤهلهم للدراسة في جامعات إيطاليا في مختلف التخصصات.